الحصه التدريبيه اللي كانت مبرمجه، سواء ربح ولا خسر المنتخب كان مبرمج باش يعمل حصه تدريبيه في ملعب فرعي. على كل هذا جديد بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، اكيد بعد الفوضى الكل اللي صارت والهزيمه الوقتيه حتى تو 1-0 امام منتخب المالي والهزيمه والفوضى اللي تبعناها الكل في المباشر ما بعد نهايه المباراه، وشنو القرارات اللي باش تتم؟ واحد يقول انه تونس ما صاحبتش، واحد يقول تونس رفضت معناتها رفضت العوده، واحد يقول تونس ما حبتش ترجع الى اخره، معناتها التفاصيل اللي كنا تبعناها منذ قليل. دونك نعرفش الاوضاع تو استقرت، معناها اش فما بالضبط انيس؟ احنا بالضبط خاطر فجعتنا شويه بالاخبار هذا، حتى الصحفيين الكل معناتها نفس رده الفعل، حتى احنا تو معناتها عندنا ميني بيوس باش تهزنا الدول تقريبا 120 كيلومتر، معناتها في انتظار زاد نعاود نخرجوا احنا من الملعب، احنا بيدنا احنا مازلنا في الملعب. نشوف الحقيقه نتاع ربي معناتها والوصف دقيق، وللامانه من بعض الاسطح فيهم بعض القناصه موجودين من قبل من انطلاق المباراه، ديجا موجودين القناصه هذوما مازالوا توا فوق الاسطح نتاع المنازل المحيطه بملعب لمبي. كما قلت انا البارح واليوم الملعب يجي مباشره تحت الجبال الكبيره اللي موجوده في لمبي، يعني اللي يقولوا انها يتمركزوا فيها بعض الانفصاليين. على كل ربي يقدر الخير في فيما تبقى من هذه المشاركه الافريقيه. باش تكون لكم مرافقه امنيه؟ احنا معنا مرافقه امنيه في وسط الحافله، كما كنا سبق وقلنا انه ترافقنا المرافقه الامنيه هذه من دواله، واكيد او خليت مع بعض الزملاء الصحفيين باش يطلبوا المسؤول على الامن هنا على الاقل يحاول يخرجنا من لمبي في اتجاه دوال. بالنسبه للمقابله بارابور اللي حكيناه في البلاتو الخاص، اسكو فما جديد بخصوص اعاده المقابله؟ ليه خاطر العباد الكل تتسائل هنا. حتى المسؤولين اكيد انا بعثت تصريحات سلام وبعد يتعدوا في داخل الشبكه الرياضيه ولا في الموقع نتاعنا حتى حد ما عنده شنو اللي باش يصير، لانه يعني صحيح باهي صار اللي صار والمنتخب ما كملش ال 10 دقائق والحكم ما غلطش في قداش من خاصه في القرار الحاسم لانه يزفر نهايه المباراه، وهذا سابقه حتى الصحفيين الجزائريين اللي موجودين هنا الصحفيين الفرنسيين يعني يحكيوا بطريقه تهكميه على اللي صار في المباراه. حتى حد يملك المعلومه، الناس الكل في انتظار، لكن كما قلت بعض التصريحات حسين جناح اكد انه المكتب الجامعي يعمل الكل ما يلزم على المستوى القانوني من اجل حفظ حق المنتخب الوطني التونسي، يعني يكمل 10 دقائق نخسر وما نخسروش هذاك موضوع اخر، اما انا عندي 10 دقائق على الاقل ولا 8 دقائق ولا حتى 5 دقائق ولا حتى دقيقه لازم يكملها المنتخب. اي انيس هاو قال لك ايش اكمل من عاش الانسحاب انت لحظه فقط الانسحاب معناها كي انسحبنا هل ارتكزنا على حاجه قانونيه؟ معناها موقفنا قوي في الوضعيه هذه؟ الموقف الوحيد اللي اكدوهون المكتب الجامعي يعني انه الحكم ما جاش عايز للاعبيه تاع المنتخب الوطني التونسي، انت تعرف سلام انه لازم الحكم ولا الحكم الرابع يجي للحجرات الملابس، واكيد لم دونوا عليه واكيد لم تسجلوا عدم حضور لا الحكم ولا الحكم الرابع باش يعايش لاعبيه المنتخب الوطني التونسي لمواصله المباراه. في الحقيقه بين قوسين اسلام معناتها بين الظروف، لان يعني قلت لك انا شفت لاعبيه من المنتخب المالي بعد خرجوا من الدوش مشاو يدوشوا، يعني بين وضعيه باش نجم تكمل الخمسه ولا 10 دقائق. على كل تو الامور كل وفات باعتبار بعد لحظات حتى مباراه كانت مبرز الخمسه توخرت مباراه مالي وكذلك المنتخب الجامبي. واضح، يعطيك الصحة. المهم أن نذكره بالخبر الرئيسي اللي كنت أكدته أنيس منذ لحظات، إلغاء الحصة التدريبية للمنتخب التونسي حسب تزايد الإرهاق اللي كانت مبرمجة بعد المقابلة بسبب تهديدات إرهابية من في مدينة لمبي الكاميرونية. شكرا لك، يعطيك الصحة أنيس صحبيني على كل هذه التفاصيل. ايضا بعد شويه كما قال كان يحكي انيس تبدا مقابله موريتانيا وغامبيا اللي كانت مبرمجه الخمسه، تاجلت على بخصوص الاحداث نتاع مقابله تونس. ايضا ثمانيه نتاع الليل منتخب غينيا الاستوائيه يواجه منتخب الكوت ديفوار. في العالم ايضا في البريمير ليج 9:15 ويست هام مع نورويتش، في الاف ال كاب في انجلترا 9:15 توتنهام مع تشيلسي، في الكوبا ايطاليا حاليا بدات مقابله اتلانتا مع فينيجيا، في السوبر كوب في ايطاليا 9 الانتر يواجه اليوفي، وايضا قمه في السوبر كوب في اسبانيا 8 الكلاسيكو اف سي برشلونه مع ريال مدريد. ايكو سبورت الاخبار تلقاها مع السيت راديو اكسبريس اف ام.com. اجمل تحيات اسلام المدبر.